أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى على حرص الوزارة على امتلاك القدرة في مجال معالجة المياه باستخدام البيوريت. جاء ذلك خلال استقباله وفد شركة نالكو ووتر الأمريكية. وأضاف وزير الإنتاج الحربي أن التعاون المشترك بين الجانبين يستهدف تقديم بنية تحتية مائية مستدامة اقتصاديا وبيئيا لمصر. وبدوره أكد نائب رئيس الشركة الأمريكية سعي الشركة إلى زيادة المكون المحلي في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بمصر.